اليوم حبيت أعمل امتحان مسائي أو امتحان للفترة المسائية، امتحان مهني نهائي. هاي الطلاب طبعا عدد الطلاب بناسب عدد الأجهزة في الفترة المسائية، احنا يوم السبت بنداوم. كل واحد بجهازه. عدد الأسئلة هون بطلع هون 40 سؤال، والوقت حدده 33 هاي بالناقص. واصل للسؤال 16، اسمه سيرته صفه شعبته السؤال أجودة رقم السؤال الحقيقي هون 39. هون مثلا محمد بشار بالسؤال الرابع لسه، طبعا السؤال الرابع كمان 39 كان رقم جوا الأري مصفوف. نروح على عبد الهادي. كبر الصورة تشوف، كبر الصورة دبل كليك اوكي سكرها. واصل السؤال 19، سؤال 19 رقم 7 في الأريد. المعلومات كاملة. عبد الهادي بن علم منيحة شاطر.